اللي تحتيها اسمها كورتيكس، يبقى في الجلوس الخاص اسمها ايه؟ مضلم. يبقى الشعرايه حضرتك كده شلتها وقسمتها نصين وقصيت عليها تحت المكسوره كده ثلاث حاجات. طبعا بره اسمها كريتين، كورتيكس، مضلم. تمام؟ المضلم دي السنتر بتاع الشعرايه، الحته دي خلاص؟ ان شئت تسميها الكور، يعني كلمه كور؟ كور يعني ده ايه؟ اللب او الاساس بتاع الشعرايه. تمام؟ بيقول لك انه هنا هتلاقي الخلايا بتاعت المضلم فاكيليتد، وما بينها وما بين بعضيها في اير سبيس. اير سبيس جوه الشعرايه، يعني في هواء جوه الشعرايه. عشان كده بتبقى خفيفه جدا. تمام؟ الهواء اللي جوه الشعرايه موجود في انهي طبقه؟ المضلم. تمام؟ يبقى المضلم هتلاقي فيه سيلز فاكيليتد جواها اير وسيبريتد بإير سبيسز خلاص، وفيها سوفت جرافين. يبقى نقول هنا دكتور المضلة دي بتبقى فاكيوليتد سيل، فاكيوليتد سيل وكونتين او سيبريتد بإير سبيس، وفي نفس الوقت بيبقى فيها دكتور سوفت جرافين. كويس جدا. ده اللي في النص. طب طبقة الكورتكس بقى اللي هي اللي بره دي هلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها الكراتين زاد، وظهر كمان الميلانين. ميلانين؟ هو في ميلانين جوه الشعرايه؟ مش الشعرايه لها لون. لونها هتلاقي حاجة على حسب لون البشره، صح؟ هو لون البشره وجاي برضه من لون الشعرايه. لون الشعرايه مرتبط بلون البشره. انت مش لاقي مثلا زنجي وشعر اصفر. خلاص؟ يعني هي بتبقى اي حاجه كده بتبقى ما بين ايه؟ بين بعضها. فبالتالي الميلانين موجود في انهي طبقه من الشعرايه؟ الكورتكس. خلاص؟ طيب الكيوتيكل بقى، بص يا شباب، الكيوتيكل دي تعادل الاستراتا الكورنيا بتاعت السكيل. يبقى عباره عن ايه؟ كراتين. خلاص؟ كراتين فيلمنت او ديد سيل. هتقولي دي عباره عن كراتين، بس ده هارد كراتين اند نون نيوكليتد ديد سيل. نون نيوكليتد ديد سيل. ده حضرتك تركيب الشعرايه. قول تاني بقى. الشعرايه كام حاجه؟ عباره عن كام حاجه؟ ثلاث اجزاء. كيوتيكل، كورتكس، مضلل. خلاص؟ الكيوتيكل ده عباره عن هارد كراتين اند ديد نون نيوكليتد سيل. الكورتكس في حاجتين. هو بدا من هنا النهارده. تمام؟ وميلانين. تمام؟ المضلل اللي في النص فيها اير سبيس. وفيها كراتين برضه بس كميته قليله. خلاص؟ ده الشاف والشعرايه نفسها. كويس جدا. طيب تعالى نقول الميركوليتي بالمره. خلاص؟ عشان الروت ده فيه كلام كتير. الميركوليتي. بصوا يا شباب، الجزء ده هو مش ده كله عباره عن ديرمس كونكتد تيشو يعني؟ صح؟ ده كله يا جماعه عباره عن ديرمس كونكتد تيشو. طيب هل صح ان انا رسمت الجنكشن بتوين الابيديرمس والديرمس كده؟ ولا كان المفروض يبقى عامل كده؟ كان معرف بالشكل ده، الحتت الصوابع اللي طالعه من الديرمس دي كان ليها اسم، حد فاكره؟ ديرمال ايه؟ بابيلي. طب ما هو نفس البروجيكشن ده اهو. يبقى دي برضه اسمها ديرمال بابيلي. اسمها ديرمال بابيلي. بص بقى المعلومه دي. في خلايا بتلاين الديرمال بابيلي من جوه كده. اهي اللي انا راسمها بالازرق دي، دي يا شباب الخلايا دي حوالين الدرما بابيلي. الخلايا دي اسمها هير ماتريكس. اقول لك على حاجه، ان الخلايا دي شعرها تاني. خلاص؟ دي مسؤولة عن الهيموجلوبين بتاعها. ستيم سيل. خلاص؟ والخلايا دي على فكره كميه النيل اللي بتدي الهير ده ميلانين، يعني الخلايا دي المفروض انها بتنمو بعد كده وبتنقسم وتحول بقى والميلانين يستمر فيها عشان تديك الهير ده. ماشي؟ يعني دي اكتف سيل او تسميها ستيم سيل. ماشي يا شباب؟ كونتينوس ديفيجن. خلي بالك ان الناس اللي بتاخد علاج في السرطان وكده بيأثر على اي كونتينوس في الجسم ومن النار غير ده. هتلاقي الشخص ده ايه؟ الشات ده دكتور عباره عن ثلاث اجزاء وكده، خد فيه سيكشن كيوتيكل كورتكس مضلمه. تمام؟
الميلانين موجود ثاني طبعا الكورتكس، الميلانين موجود ثاني طبعا في الكورتكس. طيب ايه بقى الروت وايه الفونيكل؟ قلت لك انا عايز بس حته كده في نهايه الجي او في نهايه الفونيكل، هتبص تلاقي فيه الماتشينيشن او ترمال بابيلي متحمص في الحلقه اسمها الهير ماتريكس، خلاص دي المسؤوله عن النص بتاع الهير. طيب بص بقى كده معايا الحته دي بقى فيها كلام كبير قوي اللي هو الجزء ده، هناخد سيكشن في الروت بتاع الشعرايه ونشوف هيطلع عندي كام فقره. بصراحه يا دكتور لو خدت سيكشن هنا هتبص تلاقي عندك ثلاث طبقات، ده الروت. الروت والزهيه عباره عن اثنين ليه تمام، في هناخدها من جوه لبره من جوه لبره. طبعا انت من جوه عندك الشعرايه دي ما تلزمنيش في حاجه، يعني الشعرايه هتلاقي برضه عباره عن مضمه كورتكس وبعدين كيوتيكل. انا بتكلم بقى من بعد الكيوتيكل لحد بره لحد ما توصل هنا، هتلاقي بص كده معايا اول حاجه خالص يا دكتور لو دي كده الشعرايه تمام، هنا في جواها ثلاث طبقات، السودا اللي بره دي اللي هي الكيوتيكل، وبعدين جواها هنا هتلاقي طبقه فيها الميلانين، وطبقه جوه خالص اللي هي عباره عن المضمه. بعد كده بقى هتلاقي كام طبقه؟ ثلاثه. اول واحده خالص اسمها internal root اللي موجوده في root sheath اللي هو بيحوط العضله. internal root sheath، internal root sheath ده عباره عن طبقه من الخلايا الفلات اللي انا برسمها اهو، طبقه من الخلايا الفلات وبرده فيها هارد كيراتين، هارد كيراتين خلايا فلات تمام، ده تقريبا شبه الكيوتيكل بتاع الشعرايه. خلاص هنسمي الطبقه دي كيوتيكل سيل، كيوتيكل سيل ده اول حاجه في الانترنال روتشيز. تاني حاجه هتلاقي طبقه برضه او طبقتين من الخلايا الفلات تحتها، تحت الطبقه الاولانيه دي او فوقها يعني كده. خلاص شفافه شويه الكيراتين فيها قليل، اسمها هيكسل لير، هيكسل لير واكسل ده عالي تمام. بعدها برضه طبقه ثانيه من الخلايا الفلات، كل الطبقات ثلاثه فلات تمام، بس فيها هايلاين ماتيريال اسمها هين لير، ونفس العالم بتاع اللومو فين هيكسل ده بتاع الكودن عضله. بس يا عم ما تقولش دلوقتي بنتكلم كده سيكشن في الروم كده الشعر ازاي تمام؟ ايه تكوين الشعرايه اللي في النص دي؟ مضله وكورتكس وكيوتيكل، خلاص؟ طيب سيبها بقى على جنب، عايز اطلع بقى اشوف ايه؟ هتلاقي اول حاجه ثلاث طبقات مع بعض اسمهم انترنال روتشيز. ايه الثلاث طبقات دول؟ عباره عن طبقه من خلايا كيراتينايز وسكيلي، خلاص؟ وطبقه ثانيه من خلايا ترانسبارنت، وطبقه ثانيه ثالثه من خلايا فيها هايلاين ماتيريال. خلاص؟ الثلاثه الثلاث دي اسمها كيوتيكل سيت، دي اسمها هيكس الليل، ودي اسمها هين الليل. خلي بالك يعني معنى كده عايز تقول لي ان كيوتيكل سيت والكيوتيكل بتاع الشعرايه نفسه لازم يطلع اه ماشي كده مشكله؟ يبقى اذا دي اول طبقه اسمها انترنال روت شيز، كويس قوي. ما دام في انترنال يبقى اللي بعديها تبقى ايه؟ استرنال. بص الاكسترنال سهله قوي اصل ما فيهاش حاجه جديده، عارف الاكسترنال هي ايه؟ هي الطبقات بتاعت الابيدرمس اللي نزلت تحت تحت تمام؟ يعني اللي هي انهي طبقه بالظبط يا دكتور؟ بص واضح كده ان في اجزاء من الابيدرمس نزلت مع الشعرايه، خلاص؟ ايه اللي نزل بالظبط؟ بيقول لك هنا هتلاقي اول حاجه ادي الفيزمنت ميمبرين تمام؟ اهو حلو كده؟ اول طبقه عليها على طول اسمها ايه؟ ستراتم جيرمينيتيبل، دي موجوده معاك اهي كويس جدا. انا برسم الرسمه دي بس اوضح شويه، وادي الستراتم جيرمينيتيبل وبعديها السباينوزا موجوده برضه، ادي السباينوزا مش لازم ارسمهم كلهم، كفايه ايه طبقه واحده خالص. ثالث واحدة جرانيولوزا يوسيكا كورنيوم
لحد الاوبننج بتاعت السبيشال سكيلز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك الاكسترنال روتشيز هو عباره عن طبقات الميدلز خلاص، بس الاكسترنال روتشيز تحت الاوبننج بتاع السبيشال سكيلز له تكوين، وفوق الاوبننج له تكوين تاني. تحت الاوبننج هيبقى بيتكون من طبقتين بس، جنراتيفا وسبينوزا خلاص. فوق هيبقى كل الطبقات موجوده معايا ده الشباب. يعني انت لو قلت لي ادي الاوبننج بتاعي السبيشال جيت، ما احنا قلنا لسه حل سبيشال جيت بتاع في البوليكين ادي الجنكشن بتوي الخبر 1 سيرد اند اللور 2 سيرد تمام. فوقها هتلاقي كل الطبقات الخمسه بتوع الميدرمس نازلين، اللي هيكمل تحتهم اول طبقتين بس، وده نقول عليه ايه؟ اكسترنال روت شيز. تعالى بقى نقول التركيب كده كله كده. خدت سيكشن خدت اول حل خالص في نص الشعرايه دي بضمه، بعديها كورتكس، بعديها كيوتيك كده الشعرايه خلصت. بعديها هتلاقي شيز جوه وشيز بره. الشيز اللي جوه اسمه ايه؟ انترنال روت شيز. ده عباره عن كام لير؟ ثلاثه. كيوتيك السيل اكسل هين اللير ماشي. طيب خلص الانترنال روت شيز، هلاقي بعديه مين؟ اكسترنال روت شيز. اكسترنال روت شيز هو الهيدنس نزل معاك لحد تحت. طب كل الطبقات نزلت في الاخر؟ لا يا دكتور، اكسترنال روت شيز تحت الاوبننج بتاع السبيشال جراند طبقتين بس، هما اول طبقتين. فوق الاوبننج هلاقي الخمس طبقات كلهم موجودين يا شباب. يعني لو سالتك الاستراتم كله بتنزل لحد فين؟ لحد الاوبننج بس صح؟ استراتم جوزي بتنزل لحد فين؟ الاوبننج بس. جرانيولوزا لحد الاوبننج، سباينوزا لحد الاخر، الجرمناتيفا لحد الاخر خلاص كده. حته بقى صغيره اخر شيء كونكت التشو اللي هنا خلاص. انت كده قفلت الشعرايه تمام. كونكت التشو اللي هنا بيتجمع، بيبقى دنس. عارف يعني دنس؟ يعني الخلايا بتاعته بتقرب من بعضها شويه، فبيعمل لي حاجه اسمها كونكتيف تشو شيز. اسالك بقى سؤال كده، كام شيز للشعرايه؟ هتلاقي عندك مكتوب اثنين والثالث كده حاطينه تحت كده في اخر الكلام. لا هما ثلاثه، انترنال روت شيز، اكسترنال روت شيز، كونكتد تيشو شيز خلاص. في حد عنده حته دي فيها مشكله يقول لي ايه؟ تمام الموضوع بسيط، بس هي بتكون من الطبقات في حته مكعببه، فانا عايز ابقى لك واحده واحده. انت عندك شعرايه دي لوحدها كده لها تركيب ثلاث طبقات، خلاص السيشن ميلانين في الكورتكس، وانت بره القشره اللي بره اسمها كيوتيكل خلاص. بعد كده بعديها من الشعرايه هتلاقي عندك كذا طبقه، انترنال روت، اكسترنال روت، كونكتد تيشو شيتس تمام. طيب تكه صغيره، احنا قلنا ان ده انترنال روت صح؟ ده اكسترنال روت مش كده؟ طيب والخط الاسود ده اللي هو كان مين؟ كان بيزمنت ميمبرين اللي كان بيفصل بين الهيدرمس وبين الدرمس. البيزمنت ميمبرين لما ينزل تحت كده بيترصد فيها هايلاين ماتيريال خلاص، فبيبقى شفاف وعامل زي الجيلز، فبيسموه ميديسي ميمبرين. الاسم ده مش غريب عليه. مين الميديسي ميمبرين اللي خدناها قبل كده؟ في الاتريزيا صح؟ في الاتريزيا بتاع الفوليك. يبقى جمع بقى كده معايا، اديك مين ميديسي ميمبرين؟ واحد في الاتريت الفوليك، الفوليك اللي بتحصل لها اتريزيا والدور، والتاني هو البيزمنت ميمبرين اللي بين الديرمس والديرمس في حالات الايه؟ الديرمس. في مصل فايبر بتيجي طبعا الشعر زي ما احنا قلنا مشغلين معايا كده، مصل فايبر بتيجي خلايا كده مصل من الكونكت تيشو شيز لحد البابيلي الدرما بابيلي. تفتكر المصل دي اسمها ايه؟ اريكتور فايلي مصل تمام؟ العضله دي يعني لو عملت كونتراكشن يعني شديت الاوريجن على هيحصل ايه؟ الهير يا دكتور اللي كان عامل كده هيحصل له ايه؟ اكشن يعني يقف كده تمام؟ طيب والسكن لما شد يعني هشد هنا ده كده هيتحرك، السكن هيحصل فيه ايه؟ فيه فيبريشن كده. يعني لو واحد مثلا بردان او اتخض او حصل له اي حاجه وشعره كده شعر جسمه وقف، لو بصيت هتلاقي الشعرايه نفسها واقفه والجزء اللي جنبها فيه فيبريشن. ليه؟ هتقول له دكتور ده الاوريجن والانسيشن الاورجن والانسيشن، انت شديت الاورجن على الانسيشن فحصل ديبريشن في السكين والشعرايه حصل فيها ايه؟ تمام طبعا ده سيمباثيك مش كده يا شباب؟ يبقى ليه بتبقى دي مصر دي سيمباثيك؟
طيب انا كده خلصت الميل. تعالى بقى معايا تاني دول بس على بعض. تعريف الهند بروتين كده موجوده بص سيرفيس بص. هو انا مش متاكد من التعريف انها بروجيكت اباك للجنس واحد يعني بقى انا شفت تاثير الشعار. هل فعلا الشعار هو الجنس؟ اه. هتقول لي ازاي؟ بص طب الحته دي يعني حتى هي كده كده الشعراي من هنا لهنا هي فوق الابيديرمس صح ولا لا؟ لان حتى لما نزلت جوه الابيديرمس نزل معاها الابيديرمس نزل معاها فبالتالي هي بروجكت اباك الابيديرمس. كويس جدا. اقول لك الهير ده الديستريبيوشن الكلر بتاعه تمام السايز حتى بتاعه بيفرق اكوردنج للسكس اكوردنج للريس اكوردنج للبادي جيت اريا ماشي. اكبر نوع الشعراي الشباب بيبقى 15 25 عندي ثلاث انواع من الهير. هير بيبقى موجود على الدارك سيرفيس بتاع الضغط. هير بيبقى موجود في السكالب والاي براو والاي لاشز بتاع الضغط. وهير بيبقى موجود على الدارك سيرفيس بتاع النيوميت. اللي موجود على الدارك سيرفيس بتاع الضغط اسمه فيلنس هير. اسمه ايه؟ فيلنس هير. تمام؟ طب اللي موجود في السكالب تيرمينال هير. خلاص؟ اللي موجود على البادي سيرفيس بتاع البيبي او بتاع النيوميت اسمه ايه؟ دانوبو هير. يبقى فيلنس تيرمينال دانوبو هير. كويس جدا. جينا يا عم بصينا على تركيب الشعرات لقيت ثلاث اجزاء سميها ثلاث اجزاء بالظبط. جزء انا شايفه فوق السيرفيس بتاع السكن اسمه الشافت. جزء تحت نازل لجوه اسمه الروت. جزء من الابيديرمس بحوط الروت اسمه الهيبويد. خلاص؟ الشافت بتاع الشعرات خدت فيه سيكشن وجيت بصيته كده. لقيت الشعرات ثلاث طبقات. طبقه قشريه كيراتين من بره اسمها خلاص. طبقه فيها ميلانين وكيراتين برضو اسمها كورتكس. طبقه جوه في الكور اسمها ايه؟ مضله. اوعى تنسى ان المضله دي فيها ايه؟ هواء. ليه؟ عشان الشعر جوه وزنها ده الشكل بتاع الشعر. كويس جدا. هاخد سيكشن تاني بس في الروم الاقي ايه؟ الشعرات كويس. هتلاقي حواليها ثلاثه شيز. واحد اسمه استرنال انترنال روت شيز الاول وبعدين استرنال روت شيز وكميه تفتيشو شيز. انترنال روت شيز ثلاث طبقات. تمام؟ كيوتيكل سيل وانت كده عرفت ان كيوتيكل سيل لازقه في الكيوتيكل لاير بتاعت الشعرات تمام؟ هيك سيل هنا اللاير كويس قوي قوي قوي. بعد كده هتلاقي الاكسترنال روت شيز هو الابيديرمس اللي نزل معاك لتحت. بس خلي بالك اللي بينزل معاك مش كل الخمس طبقات، الخمس طبقات بس هينزلوا لحد فتحه السبيشالز جلاند تمام؟ يعني ابر 1 سيل انما اللور 2 سيل اللي هيكمل اول طبقتين بس. على فكره اول طبقتين لهم اسم مالبيديان ليجر. مالبيديان ليجر ده اللي هو اول واحد يبقى فوق هتلاقي الخمسه اللي هي كلها تمام؟ بعد كده كونكتد تيشو شيس موجود هنا في عضلات تمتلكني تيشو شيس لحد الدرن الدرن خلاص؟ لو عمل كونتراكشن هيحصل ريكشن في الهير وفي نفس الوقت بيحصل ديبريشن في السكين. ماشي يا شباب كده مشكله كبيره. تعالى نقول النيل. النيل رسمه فهمت الرسمه خلاص. خلاص هي حته صغيره بس من الرسمه وخلاص. بس انت بتجيب كلامك دايما لا لا عايز اشوف لا لا مش هو ده لا ده كان قلبي كده يسهم وهاي لو في المنطقه كان على الفيس كمان حاول
ده واحد أصبع عمري دي أكثر عولة وصباع خالص دي اسود ده كله نظر كان صفا؟ اسود ده كله اللي هو خالص خلصة تبعي بس انت لسه قبل لو دكتور ده كده الصباع خلاص لو جبت الناس لو جبت تلاقي منين على شكل منين خالص وكروس وكروتين زي الشعر بالظبط عشان كده بيكون مع بعض بنسميهم كراتينايز استراكشر كبير وكبير. تمام؟ انا عايز اقول لك ايه؟ ان انت لما تيجي تبص عليه كده تلاقي ثلاث اجزاء. اول حاجه الجزء ده اللي هو بيتقص اسمه النيل ايدج. الجزء من اول هنا لحد هنا اهو. تمام؟ ده اسمه النيل بليد. الجزء اللي هو embedded كده جوه خالص ده النيل روت يعني اللي هو ده سميه النيل روت اللي هو الجذر بتاع النيل ده النيل زي الروت دول عباره عن ثلاث اجزاء الجزء اللي طالع بره خالص ده حتى شوف الهرم بتاع الفتع الجزء الاخراني ده اسمه unattached part of the knee اللي هو بيتقص unattached part of the knee كويس تمام النيل روت hidden part of the knee يعني ايه hidden مختفي جوه جوه الجلد خلاص طيب النيل بليد بقى انكفرد بارت اوف ذا نيل تمام الجزء اللي مش متغطي من النيل ماشي يا شباب يبقى انا عندي ثلاث اجزاء نيل روت بليد ايتش عايز كلمه في كل واحد النيل ايتش خلاص انت عرفت ان هو ان اتاتش بار جزء مش ماسك في حاجه خلاص اللي هو اخر جزء من الضفر المقص كويس قوي ايه بقى النيل بليد ده بص يا عم من الاخر واضح كده ان ده ديرمس تمام واضح ان ده ايه الديرمس اول طبقه ستراتم جيرمناتيل ستراتم سباينوزا اللي فيها جرانيولز دي جرانيولوزا ستراتم ليوسيدا بس النيل بليد بيقوم مقام الستراتم كله يعني حضرتك عايز تشوف جلدك من غير طبقه الستراتم كورنيا هو الجلد لو شد الشعر لو شد الضفر الجلد اللي تحته شفت العين ازاي من غير الكورنيا هو ده تمام يبقى ليه يا دكتور بيقول مقام الاستراتم كورنيا يبقى تحتيه كام طبقه من الابيديرمس اربعه بس جيرمناتيف وسبينوزا جرانيولوزا ليوسيدا خلاص وتحتيه هنا الديرمس عادي ماشي يا شباب طيب النيروت الهيدن برضه زنين الحته دي برضه يا شباب كالعاده هتلاقوا هنا برضه خلايا اسمها النيل باتريكس الحته دي هي اللي النيل بيكبر منها زي الماتريكس بالظبط. طيب ده احنا يبقى احنا قلنا ان طبقات السكن اللي تحت النيل بليد ناقصه طبقه اللي هي الكورنيا اخر طبقه وبيعوضها وجود النيل النيل بليد ماشي؟ طيب السكن ده بقى اللي هو قبل الضفر على طول واضح انه كام طبقه؟ خمسه عادي صح؟ اخر ادي الجرناتيفا سباينوزا جرانيولوزا ليوسيدا ودي الكورنيا اهي. خلي بالك بقى بيقول لك انه طبقه الكورنيا دي ماشيه ماشيه اللي هي الخطوط الزرقاء دي ماشيه 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 كده ولوحدها تسيب الطبقات وتمشي كده لفتره او لمسافه على النيل الحته دي اسمها ايبونيكا 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 دي هتلاقيها عندنا كلنا تمام انت عندك في مش الحته البيضاء الحته البيضاء دي اللي عليها حاجه الهلال الابيض ده لا انت هتلاقي جزء يعني هتلاقي جزء عندك من عند جلد بدايه الضفر خالص هتلاقي في حته كده تحس انها قشره ممكن انت تشدها كده ده عباره عن طبقه الاستراتا كورنيا لوحدها ماشي تمام طيب يبقى اذا انت دلوقتي في حاجتين ممكن تشوفهم في النيل مش هيتاح لك تشوفهم في مكان تاني عايز تشوف السكن اللي من غير الاستراتا كورنيا تحت النيل عايز تشوف الاستراتم كورنيوم لوحدها فوق النيل في بدايته خالص اسمها ايبونيكا بتمشي مسافه 1 مللي او نص مللي فوق الايه فوق النيل خلاص اهو واضح اهو الاستراتم كورنيوم ثابت الجلد وهي لوحدها كده طلعت مسافه كده دي اسمها ايبونيكا ماشي يا شباب طيب الجزء بقى الابيض اللي في الجلد ده اسمه لونيولس اللي هو الجزء هنا ده هي عباره عن الماتريكس سيل هي حته بتبقى بيضاء بتبقى موجوده هلال ابيض كده بيبقى موجود
تمام؟ ده اسمه لونيا. ماشي، هي مجرد مسميات مش اكتر. خلاص؟ نعم. لا تحت مش فيه هو ناس. تمام؟ نقول بقى تاني يا شباب، النيل عباره عن كام جزء؟ ثلاثه، ايتش وبليت ورو. مش عايز صوت، اقول الحته دي وخلاص. ايتش وبليت ورو. الايتش ده الان اتاتشد بار. البليت هو عباره عن جزء من السكن بيعوض الاستراتم كورنيا. تمام؟ يعني تحتيه السكن اربع طبقات بس. خلاص؟ الروت ده الهيدن بارت اوف ذا نيل، وعنده في النيل نفس السيرفيس منها النيل. انت عندك مكانين، حاجه اسمها لونيولا، ده جزء كده بيبقى سيمي لونر او هلالي كده، بيبقى موجود عند البيت بتاع النيل. ده اول حاجه. الجزء الثاني حاجه اسمها ايكونيكا، ودي عباره عن طبقات الاستراتم كورنيوم كملت لمسافه 1 مللي فوق الايه؟ فوق النيل. ماشي؟ بس عشان عايز صور برايفت برضو.